بعد تعالي الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة أسعار تذاكر الطيران عبر الجوية الجزائرية بسبب ما وصف بالخروج أو العودة المكلفة من وإلى الجزائر، الجوية الجزائرية تخرج عن صمتها وتوضح. هناك عدة عوامل تدخل في هذا المجال، ألا وهو العامل التنافسي، كيف الطيران لا يشتغل في نفس السوق اللي نخدمه فيه احنايا. العامل الثاني ألا وهو عامل العرض والطلب، كي تكون عندك عرض كبير او طلب صغير هذا ايضا يؤثر في عمليه تسقيف وتثبيت التسعيره. كاين هناك عامل اخر الا وهو نعلمكم انه في تذكير الطيران كاين عده ضرائب ورسومات، شركه الطيران ما تديش حصه الاسد في التذكره، الحصه الكبيره ضرائب ورسومات. وفي مقابل الانتقادات الموجهة، مواطنون أبدوا ارتياحهم للأسعار الحالية لا سيما بعد تراجعها مؤخرا. طبعا متناول متناول في المتناول قاع، الحمد لله عم يهبطوا، بالك يزيدوا يفتحوا لي فول، بالك يزيدوا قاع يهبطوا ثاني. نقصوا كيما زادوا هذه المرة لي فول، يعني الأسعار هبطت بدأت تنقص. تراجع أرجعته الجوية الجزائرية لقرار رئيس الجمهورية بفتح رحلات جديدة مع ترقب انخفاض أكبر لأسعار التذاكر بمجرد برمجة رحلات أخرى، وهو قرار مرهون بتطور الوضع الصحي للبلاد. الأسعار تراجعت قليلا لأنه كان هناك عدد أكبر من الرحلات، قد ما يكون العدد أكبر من الرحلات قد ما تنقص عملية، قد ما ينقص التذكرة. سيناريو الجدل الحاد والمتكرر الذي تعيشه الجزائر بصفة منتظمة ودورية بخصوص أسعار تذاكر الجوية الجزائرية يستدعي تدخل السلطات المعنية لإيجاد حل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية والسطحية التي حتما ستزيد من إطالة عمر الشكاوى.